تستأثر مصانع تجميع السيارات بالعدد الأكبر من الروبوتات الصناعية، وتأتي مصانع الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني. ثبات مستوى الجودة: يمكن للروبوت أن ينجز الأعمال المتكررة بنفس مستوى الجودة المحددة للعمل. أما بالنسبة للعامل البشري، فيتفاوت مستوى الجودة عند أداء نفس المهمة من عملية لأخرى بحسب تغيير الظروف البشرية لدى العامل. ثبات مستوى الإنتاجية: يمكن للروبوت أن ينتج العمل بمستوى ثابت من الإنتاجية، نظرا لأن الروبوت لا يكل ولا يمل. العمل الآمن في الظروف الخطرة: يمكن للروبوت أن يعمل بكفاءة في ظروف قد تكون خطرة للعامل البشري. تخفيض التكلفة: يمكن للمصانع أن تخفض كثيرا من أعداد العمالة البشرية، وبالتالي يمكن للمصانع أن تخفض كثيرا من التكلفة التشغيلية المرتبطة بهذه العمالة. لخص إيجابيات استخدام الروبوتات في التطبيقات الصناعية وخطوط الإنتاج.